التيار الصدري. نعم. أنت دائما ما تركز على التيار الصدري. قواعد التيار الصدري معروفة أين؟ بغداد، النجف، الديوانية، الحلة، كربلة، النجف، هذا ومؤثر لديه قاعدة. قوى المعارضة الشعبية في المناطق المحررة، هذه القوى الآن مقتنعة بأن يكون لها دورا حاسما، نضجت الظروف بأن يكون لها موقفا يتناسب كما تطلب من التيار الصدري وقوى تشرين. هذا الذي أريد أن أفهمه بكونك قريب من هذه القوى. جدا جدا، لعلمك الأمور في المحافظات المحررة أمور جدا تعبانة، وأنا قبل أسبوع رجعت من الموصل والأنبار وصلاح الدين، الوضع سخيف جدا، وهناك تهاوي كبير في مفاصل كثيرة، والناس حقيقة ساكتة على مضض وتنتظر التغيير، وهاي الأسماء اللي تسمعونها وهاي الأصوات اللي تنعق حقيقة أغلبها ليس لها ثقل في الميزان، والشعب يتطلع في المناطق المحررة إلى تغيير حقيقي ناجز والتخلص من هذا النظام السياسي الذي أفسد كل مفاصل حياته.